صباحكم الله خير مشاهدينا الكرام، ما زلتم معنا في برنامج إشراقة وطن. طبعا إنجاز طبي كويتي جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الإنجازات الطبية الكويتية التي تقدم وتؤدي بعمل بأيادي أطباء كويتيين لتؤكد مهاراتها واقتدارهم في مهنة الطب ولا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى. الإنجاز يتمثل في نجاح فريق طبي كويتي في إجراء عمليتين لزراعة القوقعة في الأذنين لطفلين فقدا السمع منذ الولادة، حيث أجريت العمليتين في مستشفى زين التابع لمنطقة الصباح الصحية دون حدوث أي مضاعفات للطفلين. مشاهدينا، الحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد الهاجر، رئيس مركز سالم العلي للسمع والنطق وأخصائي أنف وأذن وحنجرة البورد الكندي بجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ولكن بعد هذا التقرير. إنجاز كويتي جديد يحط بصمته في سجل الإنجازات الكويتية في جميع المجالات، لكن هذه المرة يتعلق الأمر بنجاح طبي، حيث تمكن فريق طبي كويتي بإجراء عمليتين لزراعة القوقعة في الأذنين لمريضين مختلفين. العمليتان تم إجراؤهما بنجاح دون أي مضاعفات لطفلين فقدا السمع من الولادة، وبعد الفحوصات وتشخيص الحالتين تم وضع خطة العلاج من قبل الفريق العلاجي. برنامج زراعة القوقعة في الكويت أثبت نجاحه عالمياً، ووزارة الصحة في الكويت تتعامل مع أفضل الشركات المهتمة بتقنية القوقعة وتصميمها والمجمع على كفاءتها عالمياً. مشاهدينا الأعزاء، شفنا مع بعض التقرير باسمكم وباسم فريق عملنا. نرحب بالدكتور محمد الهاجري، رئيس مركز سالم العلي للسمع والنطق، أخصائي أنف وأذن وحنجرة البورد الكندي بجراحة الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا فيك، حياك الله معانا دكتور، مشرفنا ومنورنا في إشراقة وطن في تلفزيون الكويت. مشكور، الله يحييك، ومشكورين على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور. بالبداية نبي تعطينا إحنا والمشاهدين فكرة عن مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع ودوره الطبي الكبير في خدمة المواطنين والمقيمين. طبعا مركز الشيخ سالم العلي يتميز أنه يقدم خدمة منفردة، يتميز طبعا بالشق التشخيصي والشق العلاجي والشق الوقائي. جميل. طبعا السمع والنطق طبعا في فرعين. بالنسبة للسمع طبعا المنتشر عند الناس أنه بس فقدان السمع، تخطيط سمع وين تسويه؟ تسوي بمركز سالم العلي. نعم. الشيخ سالم العلي طبعا خدمات المركز ما تنحصر بس في فحص السمع، مع ان احنا نسوي تقريبا 60,000 تخطيط سمع سنويا. نعم. وطبعا النسبه في تزايد، يعني سنه 2014 نسبه الفحوصات اللي تمت مركز سالم العلي تزيد بنسبه 30% عن السنه اللي قبلها، واحنا نتوقع نفس الشيء في سنه 2015. نعم. تخطيط السمع جزء منها، في طبعا فحص الطبل، في فحص الاذن الوسطى، في طبعا فحص العصب السمعي، هذا بالنسبه للفحوصات. في الشق الوقائي اللي هي الفحص السمعي لحديثي الولاده، طبعا في سنه 2014 سوينا تقريبا ما يعادل 30,000 فحص لحديثي الولاده، طبعا احنا نتكلم عن الطفل عمره ايام الى اسبوع. نعم. وهذا الشق الوقائي. وطبعا في الشق الثاني اللي هو بامراض الاذن، المتخصص بامراض الاتزان. طبعا عندنا مو فحص واحد، يمكن 13 فحص ممكن نسويهم لامراض الاذن اللي هو امراض السمع وامراض الاتزان. طبعا هذا الشق اللي هو السمعي. طبعا عندنا شق ثاني اللي هو لامراض النطق وامراض البلع، من تشخيص وجلسات علاجيه ومناظير لفحص الاحبال الصوتيه وعلاجها. جميل. فمركز سالم العلي يتميز ان في فحوصات ما تتم بالكويت الا في المركز سالم العلي، فعشان كذي يعني
ومتميز بخدماته. طيب دكتور محمد، ما شاء الله جبت معك مجسمات جدا مثيرة للاهتمام، وعلى ضوء هذه المجسمات نبي نتكلم عن زراعة القوقعة في الأذنين. اعتقد قبل لا نطلع الهواء الزميله سالتك وين القوقعه، فانت جبتها الصغيره الكبره كانها يعني سيشيل عدل؟ يس بالضبط. كاي هذه السيشيل او السنيل. السنيل طبعا الكوكليا طبعا مشتق من الاسم اللاتيني لشكل القوقعه. قوقعه طبعا هي الجزء المهم، طبعا هي جزء من الاذن الداخليه. نعم. وتتصل على طول بالعصب السمعي اللي هو كاهو الاذن الداخليه. طبعا احنا نجزء الاذن لو سمحت دكتور خارجيه بالضبط. والوسطى خارجيه. نعم. طبعا من الصيوان. نعم. والقناه السمعيه الخارجيه. نعم. للجزء اللي هو الهني هذا اللي هو الطبله. من الطبله في عظيمات صغيره. نعم. تنقل الصوت من الطبله الى الاذن الداخليه. داخلية. اللي هي الاذن الوسطى هي نفس الطبله ولا لا؟ جزء منها. جزء. نعم. منها جزء منها، بس هي بشكل مبسط هي العظيمات الصغيره اللي تنقل الصوت من الطبله الى الاذن الداخليه. والسيشيل هذه شنو مهمتها؟ طبعا هذه مهمتها تستقبل الاصوات. نعم. طبعا عمليه نقل الصوت عمليه شويه معقده. بشكل مبسط الصوت يتحول الى ذبذبات تحرك الطبله. الذبذبات هذه تنتقل عن طريق العظيمات الصغيره هذه الى القوقعه. القوقعه عاد تحول الذبذبات هذه الحركيه الى نبضات كهربائيه. نبضات يعني كهربائيه مترجم. بالضبط. مترجم. مترجم تغير هذه الذبذبات الحركيه اللي كانت صوت الى نبضات كهربائيه تنتقل عن طريق العصب الى الدماغ. يا سبحان والدماغ الله. يترجمها. يا سبحان. نعم. الله. طيب يعني احنا بننتقل حق العمليه، ولكن في مراحل قبل العمليه، يعني قبل خضوع المريض للعمليه. طبعاً. شنو اهم المراحل او المحاذير اللي لابد انه يتفاداها والاجراءات اللي يتم عملها قبل العمليه؟ طبعا الشغلات اللي تتم قبل العمليه تكلمت انا عن الشق الوقائي. طبعا الشق الوقائي احنا سعيدين ان من سنه من شهر 9/2013 ابتدى عندنا برنامج المسح السمعي لحديثي الولادة. شنو هدفه؟ هدفه ان نتعرف على الأطفال اللي عندهم مشاكل وراثية بالسمع في سن مبكر. ليش 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 نبي نتعرف عليهم سن مبكر؟ لأن نتائج العملية وزراعة القوقعة تتغير على حسب عمر الطفل. يعني إذا اكتشفنا الطفل في عمر مبكر وتدخلنا بعمر مبكر، الطفل يعني بعد عملية زراعة القوقعة يعتبر طفل طبيعي. عمر مبكر يعني كم بالضبط يعني؟ الهدف. أي؟ الهدف من البرنامج الوطني للمسح السمعي أن نتعرف على الطفل اللي عنده مشاكل سمعية من الفحص السمعي اللي يتم خلال أسبوع من الولادة. أي؟ لما نتعرف عليه إذا عنده مشكلة بالسمع نعيد الفحص خلال شهر. خلال شهر يشخص هل عنده مشكلة بالسمع ولا لا. أي؟ ونبتدي معاه البرنامج. أول شيء نبتدي بالسماعات. أي؟ نعطي سماعات وخلال 6 شهور نقرر هل استفاد من السماعات ولا لا. وبعدين الهدف أن العملية تتم من خلال عمر الطفل يكون سنة إلى سنتين إذا ما في استفادة من السماعات أو المعينات السمعية العادية. بسألك سؤال شوي شاطئ عن الموضوع. بس أنه إذا من سنة قلت لسنتين التخدير وهذه المواد ما تأثر على عقل الطفل ونموه وكذي؟ لا لا ما في طبعا. الحين التخدير طبعا يعتبر سيف، يعتبر آمن. حتى في عمر أصغر من السنة، حتى. نعم. في أيام معدودة إذا الطفل احتاج عملية أو تدخل. نعم. جراحي فيعتبر التخدير والعملية آمنة. نعم. إيه؟ حتى في سن أصغر من سنة. طيب دكتور محمد، يعني ما شاء الله بين فترة وفترة أنا والزميلة ورود دائما نستضيف الأطباء والمتخصصين، وكل يوم لهم إنجاز جميل جدا. الكويتيين يعني نعتز نفتخر. ما في شك، وهذا شيء يثلج الصدور. يعني أنت ممكن نقول أن يعني المرافق الطبية في دولة الكويت أصبحت قادرة على إنجاز هذه العمليات اللي حضرتك تكلم عنها بيسر وبسرعة فائقة؟ بلا شك. بلا شك طبعا عندنا يعني كوادر وطنية مدربة في أحسن المراكز العالمية. ما شاء الله. يعني احنا كفريق طبي يعني الدكاترة اللي وياي كلهم متخرجين من كندا، معهم البورد الكندي، معهم تخصص دقيق في مجالات مختلفة. فبشكل عام الكوادر الوطنية ما في شك كفاءة وخبرة.
كفاءة وخبرة. نعم. أصبحوا مستشارين. ما شاء الله. بالضبط بالضبط. وطبعا الكفاءات الوطنية طبعا يعني احنا نستفيد من الكفاءات المختلفة الموجودة بدولة الكويت. صحيح. الكفاءة الوطنية طبعا يعني عيال الديرة وأفهم للمشاكل اللي يعاني منها الشعب الكويتي يمكن أكثر من الأجنبي. من الأجنبي بالضبط. طيب إلى أي مدى يعني تطابق النوعية من العمليات مع المعايير المعتمدة عالميا؟ يعني إحنا ندري إن ما شاء الله عندنا أجهزة طبية ثمنها يعني كبير وعندنا الإمكانيات وعندنا الكفاءات، لكن هل المعايير الطبية تتوافق عالميا يعني؟ طبعا طبعا الستاندرد اللي قاعد نسويه إحنا اللي نسوي بالكويت طبعا. يعني انا كنت في كندا، سويت طبعا البورد الانفذ المعدي، سويت تخصص دقيق بزراعه القوقعة. نعم. فاللي قاعد اشوفه الحين انا اللي قاعد نسوي بالكويت. نعم. يعني بالضبط اللي لا، وبالعكس في شغلات ثانيه، في شغلات موجوده يعني مثلا الاجهزه اللي نستخدمها. اي الحمد لله يعني ديره خير يعني ديره خير ونستخدم اخر جهاز او اخر الاجهزه تنزل احدث الجهاز بالضبط. يعني احنا قبل كنا نعاني قبل كم سنه يعني السنوات السابقه مو قبل وايد يعني ان عندنا الاجهزه ثمينه لكن كان يقول نحتاج متخصصين ان يعرفون يتعاملون معاها ويستخدمونها، لكن الحين ما شاء الله عندنا الكفاءه وعندنا الاجهزه، فهذا الشيء المهم يعني. بالضبط بالضبط بالضبط. وطبعا الاجهزه هذه الحديثه اقول لك في كندا مثلا كنا نستخدم يمكن مو الليتست مثلا اللي قبل الليتست. أيه. وطبعا يكون وظيفته تقريبا نفس الليتست بس ممكن الليتست يكون حجمه اصغر. كفاءه صوت اعلى نسبيا. طبعا بالكويت طبعا احنا نحط الليتست الاحدث، مو بس الليتست وقت العمليه حتى بعد العمليه. نعم. يعني بعد العمليه خلال 5 سنوات اذا نزل طبعا بالنسبه لجهاز القوقع في جزئين، الجزء اللي هو الداخلي والجزء الخارجي. لو الجزء الخارجي تغير ونزل جهاز احدث المريض يكون له الحق انه يستبدل خلال 5 سنوات من وقت العمليه، فكل 5 سنوات ياخذ له جهاز جديد. نعم. روعه. اي فطبعا مدللينهم ما شاء الله. أيه. يستاهلون عيالنا صراحه. يستاهلون وبالعكس يعني. نعم. عيالنا ونبي لهم احسن شيء ممكن وكل شيء احنا ممكن نسويه بالعكس. طيب متوفر نسعى لهم. بس انا عفوا. ايوه لا تفضلي. بس في شغله القوقعه نبي نركز عليها الحين. إيه. لما تسوون الزراعه يعني شلون تسوون الزراعه وشنو تحطون وشنو بس نبي نوضح. بالضبط. طبعا احنا مثل ما قلنا نبتدي طبعا بالشق الاول شيء التشخيصي، نحاول نشخصهم اصغر عمر ممكن. ونحاول نسوي العمليه في عمر صغير. طبعا مؤخرا كنا نبتدي حل الكويتيين اللي هو نزرع لهم الجهازين للأذنين في وقت واحد. إلى فترة يعني قريبة كنا يعني نسوي ناحية واحدة، الحين لا، الحين الطفل الكويتي اللي محتاج القوقعة نسوي له الأذنين نفس العملية. حلو. طبعا تبتدي بالتشخيص وتبتدي بالفحص قبل العملية. من فريق القوقعة، وونس أول ما يكون المريض جاهز للعملية يعني نشرح للمريض العملية، والعملية مدتها تقريبا ساعتين. طبعا العملية ساعتين كل أذن ولا الأذنين؟ ساعتين كل أذن. كل أذن ساعتين. الأذنين تقريبا 4 ساعات. أربع ساعات. 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات. نعم. طبعا الهدف من العمليه شنو؟ طبعا الهدف من العمليه هي زرع الجهاز داخل القوقعه بحيث في جزئين من الجهاز، جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الداخلي، الجزء الخارجي طبعا يستقبل الصوت ويحول الصوت الى نبضات كهربائيه تنتقل عن طريق الجزء الداخلي الى القوقعه الى العصب السمعي وتوصل الصوت الى الدماغ. طبعا هذا الشق مثل ما تكلمنا العملية آمنة، وبالنسبة للتخدير بالنسبة للجراحة يعني صارت ستاندرد للطفل اللي محتاج وما قاعد يستفيد من السماعات العادية. بعد العملية شنو؟ بعد العملية المريض يحتاج تأهيل. تأهيل طبعا مع ريكفري يعني. بالضبط. الجراحة الريكفري وخصوصا عند الأطفال يعني الريكفري مالهم سريع جدا. سبحان الله. إيه سبحان عشان الله. الخلايا تبني. بالضبط يعني خلال ايام نشوفهم بالعياده ويكونون تقريبا الجرح ملتئم. اهم شيء عشان لا تصير التهابات و بالضبط يعني بالضبط مشاكل. ويبتدي بعدين على التاهيل اللي هو السمعي ومع اخصائي السمع واخصائي النطق عن طريق البرمجه. طيب دكتور يعني الوقت جدا قصير، حضرتك انجزت عمليه جدا مهمه لطفلين ما ويعني تمثلت في يعني زراعة القوقعة وهم حديثي الولادة، صح ولا لا؟
حديثي الولادة طبعا. نعم. ودي يعني ريت تتكلم عن هذا الموضوع لانه جدا مهم. طبعا احنا بالبرنامج كذا جراح، طبعا احنا فريقين، انا والدكتور باسل الصباح فريق، وفي الدكتور علي صفر والدكتور حسن الشمري في الفريق الثاني. طبعا الحمد لله رب العالمين سوينا العملية مؤخرا حق طفلين، كان اول طفل كويتي يزرع على جهازين في نفس العملية في مستشفى زين. فالحمد لله العملية تمت يعني بنجاح ومن غير اي مضاعفات، وتم زراعة احدث جهاز من شركات اللي تصنع. انا ما اذكر اسم عشان ما اسوي دعايه، غير ذكر اسماء، بس شنو هذا اللي بالضبط اللي على الطاوله عندنا هنا؟ طبعا اللي هني هذا اللي هو الجهاز الخارجي للقوقعه. نعم. مثل السماعه يتركب حوالين الاذن. نعم. وهذا اللي هو هذا النسخه شويه الاقدم من نفس الجهاز. طبعا احنا ركبنا الجهاز الاحدث. بس اساس هذا داخل. ايه لا، هذا الجهاز الخارجي. طبعا الجهاز القديم هذا القديم اكبر. نعم. شوي الجهاز الجديد اصغر. نعم. حجما. طبعا هذا الشق الخارجي اللي تركب حوالين الاذن. وفي جزء داخلي يكون طبعا تحت الجلد، ما يبين تحت الجلد. نعم بالضبط. والفريقين اللي عملتوا العمليتين يعني؟ لا انا الفريق، احنا انا والدكتور باسل صباح احنا فريق واحد. ايه. بس احنا قاعد اقول لكم ان الفريق يتكون من كذا طبيب وكذا اخصائي. وانا هني طبعا اشكر كل اعضاء الفريق طبعا على مجهوداتهم، وعلى من تشخيص المريض الى وقت العمليه الى تاهيل المريض بعد العمليه. نعم. احنا نهنيك ونهني دكتور باسل الصباح والفريقين طبعا على هذا الانجاز، ونفتخر ونعتز فيكم ككوادر كويتيه كفاءه وخريجين، ونثق فيكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. مشكورين. مشكوره على الاستضافه ويعطيكم العافيه. حياك الله واهلا وسهلا فيك، شرفتنا ونورتنا دكتور. مشكوره. دكتور محمد الهاجري، رئيس مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق واخصائي انف واذن وحنجره، البورد الكندي بجراحه الانف والاذن والحنجره. اهلا وسهلا فيك. وصلنا للختام احمد. ما في شك مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا اليوم باذن الله تعالى. باكر حلقه جديده وفقرات جديده، نشوفكم على خير. مع السلامه.